مشروع قناة السويس الجديد. مشروع قناة السويس الجديد اللي الدولة هتفتتحه، تعرف ايه عنه؟ ولا حد يفتحه. جنب الفرع الثاني بتاع قناة السويس على اساس ان هو يسهل، بدل ما يركن يبقى يعني 11 ساعة تبقى 3 ساعات الخط الساعات بتاعه، ويبقى رايح رايح واللي جاي جاي. وطبعا بناء عليه هتبقى مشروعات كتيرة، لبسات كتيرة كده زي الازاز والحديد والصلب والحاجات دي كلها. تعرف ايه عن مشروع قناة السويس الجديد؟ ولا اي حاجة. ما عندكش اي خلفية عنه؟ انا سمعت ان هو هيوسعه قناة السويس. مشروع جميل وفي دخل كويس في مصر مستقبلا يعني. تعرف هيعمل ايه لمصر؟ تقريبا هو يعني هيزود بالنسبة لاقتصاد مصر، طبعا هيبقى بنسبة كفاءة اعلى من الفترة اللي فاتت طبعا. والله يا مشروع كازك السويس الجديد دوت مشروع حلو، والله يبارك للرئيس، رئيس ابن حلال وربنا يستر معانا الدنيا واخره. احلى رئيس مسك والله، والله مساعة مسك الدنيا بلدك حلوه بقى 100 100. مشروع قناة السويس كانت السويس فاضي انت تستغل بينا حاجه، تستغل بينا حاجه. انا اعرف ان هي هتفتح مجال حلو يعني للرايح اللي جاي، هتدي مساحه اكثر بس مش اكثر كده، ان هي يعني برضو هيفيد البلد. تعرف ايه عن مشروع قناة السويس الجديد؟ ما اعرفوش والله. ما سمعتش عنه خالص؟ لا. يقول هو هيحفر قناة جديدة. هيعمل قناة جديدة. احفرها فين؟ جنبها بس ما اعرفش فين. كل اللي انا فاهمه يعني هم مثلا يعني هيعملوا قناة تانية غير قناة السويس، يعني هيعملوا بدل ما هي قناة واحدة يعملوها توايد. مشروع قناة السويس الجديد اللي هتتعمل جديد، تعرف ايه عنها؟ مش عارف، انت تعرفني انت وانا اقول.